شو تسوين يا سلامة؟ لا لا مو بزين كذي، أدري إنك وايد عطشانة، لكن ما تشربين الماي بهالطريقة. أكيد بعد يوم طويل من الصيام أجسامنا تفقد السوائل وبحاجة للتعوية، ولكن شرب الماي بكثافة على الإفطار يؤذي أكثر من ميت. بعض الناس يبدون إفطارهم بالماي البارد أو المثلج، وهاي شكل صدمة فجائية للمعدة الفارغة ويقلل من كفاءة الهضم. الصحيح يا سلامة إنك تبدين بكوب من الماي معتدل الحرارة حتى لو كنتي وايد عطشانة، مع أكل شوية تمر. بعد ربع ساعة تكونين صليت المغرب تشربين الكوب الثاني. ولا تنسين الفواكه الغنية بالماي مثل البطيخ اللي يحتوي على 91% من الماي، أو الشمام اللي يحتوي على 92%. أما وقت السحور فالأفضل تناول السلطات والخضار والفواكه، لأن الماي اللي فيها الجسم يمتصه تدريجياً خلال عملية الهضم، ومفعول يتم لفترة أطول. وابتعدوا عن المكسرات والمخللات الغنية بالملح. الأطباء ينصحون بشرب لتر ونص من الماء على الأقل، ولكن اشربوا الماء بالهداوة وبانتظام من الفطور للسحور. رمضانكم كريم وعساكم دوم بصحة وسعادة.